السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس بناء تطبيقات الباك اند والاي بي اي باستخدام نود جي اس وباستخدام لغة جافا سكريبت الجميلة. والنهاردة هنكمل كلامنا عن الميدل وير، فخليكوا معانا. تعالوا نعمل تطبيق بسيط كده هوت. نعمل ملف جافا سكريبت، ماشي، هنسميه هنا هنسميه authorize.js، ماشي، وهنبدأ ندخل فيه قيم. هنقول ان الميدل وير ده بيتحقق من يوزر او something like this او اي حاجة زي كده يعني. ونقول هنا const authorize هي equal هنا function بقى زي function بتاعت الميدل وير، اللي هو اول حاجة request وهنا respond ونكست، ماشي. وادي اهوت الفانكشن بتاعتنا، هنكتبها هنا، ماشي، كونست، وهنقول هنا كونسول دوت لوج، وهنقول مثلا هنا authorize، وطبعا عشان يتشاف بره module دوت export هيساوي authorize، تمام كده اهوت. ونعمل كنترول اس عشان يبقى الملف ده ايه جاهز. تعالوا نرجع للملف دوت اي بي بي دوت جي اس. تعالوا ناخد بقى هنا الملف دوت كده اهوت، ماشي، اللوجر دوت، ونعمله كوبي باست، وبدل لوجر نقول مثلا ايه اوثورايز، ماشي. وهنا نخش على ايه الموديول بتاع ايه الاوثورايز بتاعنا. والفكره هنا بقى في الحلقه انا عاوز امبلمنت مالتيبل ميدل وير اللي في التطبيق بتاعي او في الاي بي اي بتاعي. طيب اعمل ده ازاي؟ انا عندي هوت لوجر دوت ميدل وير، وعندي الاوث اللي هو الاوثورايز، ماشي، ده برضو ايه ميدل وير، وعاوز امبلمنت الاثنين هنا مثلا على كل ايه الفانكشنز ايه بتاعتي او كل الاي بي اي بتاعتي. موضوع سهل جدا، بان انا ممكن امبلمنت اعمل له هنا كده array of middlewares. يعني ايه؟ يعني ادي هوت قوسين بتوع الاري، واجي هنا اضيف ايه الاوس كمان، فاقدر اضيف بقى ملفات زي ما انا عايز ميدلوير في الحته ديت. ادي كنترول اس عشان ايه نبقى عملنا سيف للموضوع ده. فانا بقى هاجي اجرب هنا اي مكان بقى وادوس انتر، اهو شايف اشتغل الميدل وير الاولاني، وبعد كده راح شغل ايه الميدل وير التاني، تمام كده بدون اي ايه مشاكل. خلي بالك هنا ان هما بالترتيب، يعني مثلا لو انا عاوز اخلي الاوثورايز دوت الاول، ماشي، قبل اللوجر، ماشي، اجي هنا كوما وكنترول اس، ولو جيت هنا وعملت ريفريش اهو هلاقي ايه الاوثورايز اشتغل. طبعا هنا هو بيلود لان انا نسيت اعمل النكست هنا، كان المفروض اقول له هنا نكست اهوت، ان انا ايه يعني اكون حريص ان انا احط او اعمل ديكلير للفانكشن ايه النكست. كنترول اس، ولو جينا هنا اهو وخلينا نروح على الهوم اهوت، هتلاقيه ايه عملك الاوثورايز الاول، وبعد كده ايه رن لك الايه الفانكشن اللوجر اللي هو ايه الميدل وير التاني. تعالوا نعمل مثال كده اهوت، ممكن نفهم منه فايده الميدل وير اكتر. لو انا جيت هنا عملت اوثورايز، بتاكد ان اليوزر اللي قدامي دوت هو authorized ولا لا. فمثلا لو فرضنا ان اسمه مثلا احمد يبقى authorized، لو له اسم تاني ما يبقاش authorized. مثلا هنا قلنا const، وقلنا مثلا هنا اليوزر مثلا اللي مبعوث من الكويري، فاذا هرجع الريكوست دوت كويري، ماشي، وحابب اخد الكونست دوت، ماشي، اشيك عليه if user اي ايكوال، اسف، احمد، اوكي. فهنفتح قوس ونقفله، ونقول هنا ريكواير ريكويست قصدي دوت يوزر هيساوي زي ما اكون مثلا دورت عليه في الداتابيز،
نيم احمد و اي دي 3 ماشي. وطبعا هستدعي الداله نيكست هنا عشان ايه يروح على الميثود اللي بعديها اللي هي ايه الاي بي اي بتاعي. وهنقول له مثلا هنا ايلس ماشي الكونسول دوت لوج كنترول اكس تاب كونسول دوت لوج هنا ايه ان اوثرايزد ماشي تمام كده وتدوس كنترول اس وهاجي بقى هنا مثلا هرن السيستم بتاعي او هو رن لوحده ماشي. وتعالوا مثلا ندوس اف 12 ونروح على نتورك عشان الدنيا تبقى واضحه بالنسبه لنا ماشي. وادوس هنا ريفريش هتلاقيه بيقول لك ايه هنا وانا ما عملتش لحظه واحده انا كان المفروض اقول له ان هنا ده اون اوثورايزد بان انا الغي دي كده هقول له ان ار اي اس دوت ستيت طبعا ان اوثورايز بيبقى 401 ده الكود بتاعنا ان اوثورايز دوت سند الكود ده مش لازم بقى نيكست وتعالى هنا كنترول اس وهنروح للكود بتاعنا ونعمل ريفريش اهوت هيقول لك ايه ان دوت اللوكال هوست بتاعك ايه 401 اللي هو ايه ان اوثورايزد. خلاص عرفت ان الرد من الاي بي اي دوت ان هو ايه ان اوثورايزد. طيب لو جيت هنا بقى بعت الكويري بتاعي قلت له هنا يوزر ايكوال احمد شوف انتر شوف رجع لك اهوت هنا الهوم وهنا بيقول لك ايه اليوزر احمد ماشي. وممكن كمان ايه نستغل دوت يعني عشان نتاكد برضو ان الريكوست مظبوط ان احنا نرجع هنا مثلا ونروح مثلا للاي بي اي اللي هيستقبل الليله ديت. هنيجي هنا ونقول هنا لوج سوري كونسول دوت لوج هنا ريكوست دوت يوزر حط سيميكول كنترول اس عايز نشوف بقى ايه اليوزر بتاعنا هنا شكله عامل ازاي. ولو جينا هنا عملنا ريفريش هتلاقيه طبع لي اهو النيم احمد والاي دي 3 فاصبح ده ايه اليوزر ده اوثورايزد لانه ممكن انت اساسا تستخدم الموضوع ده في انك تعمل اوثورايزيشن من الداتابيز يعني تعمل سيرش في الداتابيز عن طريق الميدل وير واذا كان اوكي بتدخله على الاي بي اي واذا كان مش اوكي بتقطع الاتصال وتخليه ما يوصلش للاي بي اي لانه هو ان اوثورايزد يوزر. وبس كده بكده بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت لو عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى صدم القناه اعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي والى اللقاء في حلقه القادمه ودمتم في رعايه الله وحفظه.